قوات الحكومة السورية وحلفاؤها يضيقون الخناق على مقاتلي المعارضة في الأحياء الشرقية من مدينة حلب. عشرات القتلى سقطوا الثلاثاء في الأحياء الشرقية والغربية من حلب في قصف متبادل بين قوات النظام والمعارضة. روسيا الحليف الرئيسي للرئيس السوري أكدت أن تقدم الجيش السوري يساهم في خروج المدنيين المحاصرين في الأحياء الشرقية. المتحدثة باسم الخارجية الروسية تقول أكثر من 8500 مدني، بينهم نحو 4000 طفل، فروا من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التي تضم جبهة فتح الشام المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة، وذلك بفضل انخفاض الروح المعنوية للمسلحين وتراجعهم الفوضوي. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد من جهتي أن أكثر من 50,000 من سكان الأحياء الشرقية فروا خلال الأيام الماضية. المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي تقول نحن نشعر بقلق عميق بشأن الأوضاع على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالأطفال، لأنهم أكثر عرضة للخطر من الكبار، هم أكثر عرضة للخطر وقدرتهم أقل على التحمل. مجلس الأمن الدولي أعلن عقد اجتماع الأربعاء لبحث الوضع في حلب وسط تحذيرات أممية من تردي الأوضاع الإنسانية جراء الحصار والقصف والدمار في المدينة.